الطاقة ولا أرواح في القليعة؟ يقترح عليكم الوكيل الموبيلي في هذا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، انتم اللي دائما تسناو في جديد العقارات، الوكيل دائما نجيب لكم جديد وهذه المره من القليعه ليكيب. ما تنساوش تابوني في كامل صفحتنا على التواصل الاجتماعي باش دائما يلحقكم جديد عقارات الوكيل ليكيب. رانا في حي 395 مسكن، بلديه قليعه، ضائعه قليعه، ولايه تيبازا ليكيب، القليعه المضيافه، القليعه المحبوبه عند كامل الناس ليكيب. جبنا لكم شقه اف 3 في هذا الحي المميز، حي 395 مسكن بعقد ملكيه في الطابق الخامس ليكيب، بمساحه تاع 63 متر مربع ليكيب. حي 395 مسكن، هذا الحي معروف بالموقع تاعو الجميل في اللي يتوسط مدينه القليعه، بلديه القليعه، دائره القليعه، ولايه تيبازا ليكيب. هاي ليك الشقه تاعنا، لما ندخلوا يقابلنا ديريكتومون هاد البلاكار ليكيب، يعني مساحه تخزين مهمه في المنزل تاعنا. من هاد الناحيه على الجهه اليسرى كاين المطبخ تاعنا، مطبخ مخدوم كامل بالفايونس كيما رانا نشوفوا ليكيب، حتى بلون دو ترافاي مخدوم طري طري بيان. ماهيش مساحه كبيره ولكن تصميم جميل وتصميم انيق ليكيب، وتهويه كبيره في المطبخ تاعنا. نشوفوا بلي هاد الجهه فيها بالكون ولا لوجيا، كل واحد وش يحب يسميها. هاي ليك الاطلاله المميزه على الحي تاعنا. عندنا سيترن، انا نشوفوا بلي سيترن تاع الماء تاع 800 لتر. بون الماء والكهرباء والغاز بلا ما نهضروا، يعني كاين كل حاجه متوفره في العقار تاعنا. من هذه الناحيه عندنا الصالون، شوفوا كي يكون تصميم مليح نصيبوا الصالون دائما واسع على بقيه الغرف، وهذا هو الاهم، انه كاين مكان اللي تستقبل فيه ضيافك، يعني مكان مريح ومكان واسع الله يبارك. كما نشوفوا انا نشوفوا بلي كاين كليماتيزور، وكاين هذا يعني هذا البانون اللي راهو ديفيرون على لي بانون الاخرين من ناحيه الطلاء وناحيه الديكوراسيون تاع لو صالون. من هذه الناحيه عندنا شومبرا ايضا، غرفه كبيره واسعه نشوفوا فيها بالكون كيما رانا نشوفوا ليكيب، غرفه خلينا نقولوا بيت القعاد ولا يعني المكان اللي يحبوا العائله ويفضلوا دائما يقعدوا فيه. من هذه الناحيه عندنا البالكون تاعنا اللي راهو مشترك بين المطبخ وهذا الغرفه، انا نشوفوا بلي كاين شوفدا، وهذه لا سيتيرن اللي راهي 800 لتر. من هذه الناحيه اطلاله مميزه على الحي تاعنا، حي طري طري كالم، معروف في هذه المنطقه، حي 395 مسكن اللي بزاف ناس يحبوا يسكنوا فيه، لانه بحكم الموقع تاعو الاستراتيجي وحكم انه الجيران الله الله يعني ما شاء الله في هذا المكان المميز. نروحو نزيدو نديكوفريو وين راح نلقاو غرفة أخرى تقابلنا مباشرة من هذا الناحية. هاي ليك لا شومبر بارونتال تاعنا اللي تعطينا إطلالة على واجهة أخرى. قلنا باللي العقار تاعنا راهو بواجهتين، يعني واجهة أمامية واجهة خلفية تعطي إطلالة للواجهة الأخرى. نروحوا نشوفوا مع بعض من خلال هذا البالكون وين حتى البحر يبنى من هذا الناحية ليكيب، يعني فيو سير مار. من هذا الناحية هنا عندك فيو شوية ديجاجي، معناتها ما كاش فيزافي من هذا الناحية. يعني شوفوا لي تاع وليسباس اللي راهو كاين في محيط الحي تاعنا، نشوفوا طرق واسعين الله يبارك، وانا نشوفوا باللي حتى البحر راهو يبان من هذه الناحيه، يعني عقار ولا اروع ليكيب، سورتو انتم اللي تحبوا هذه المدن العريقه في الوسط الجزائري والقريبه من البحر. من هذه الناحيه عندنا سال دو بان ليكيب، هاي ليك سال دو بان تاعنا اللي حتى هي يعني مساحتها لاباس بها، يعني واسعه الله يبارك، ما راهيش يعني ضيقه ولا اون بليس دو سا سيباري على لي طواليت ماشي معاها، هاي ليك طواليت يعني في اخر الرواق. من هذه الناحيه يعني في اخر الرواق راح تلقى سال دو بان وتصيب طواليت، طواليت سيباري على الدوش تاعنا، وكل حاجه متوفره في العقار تاعنا. قلنا الماء الكهرباء والغاز زائد انترنت. عندنا سيتيرن تاع 800 لتر، كاين شوفاج، دو سوبريسور تاع الماء، عندنا مسجد، كلينيك، مدرسه متوسطه، المدرسه العليا للقضاء ماهيش بعيده علينا، عندك فيشير مان كيما شفنا، النقل العمومي متوفر، كليماتيزور في الصالون كيما شفنا، ومصعد الكهربائي، معناتها لاسونسور كاينه في العقار تاعنا. تنكيت با بويسك خايف بالك الطابق الخامس راه كاين المصعد الكهربائي خويا، تطلع تريزا لاز، والجيران ما شاء الله
اما عن السعر فهو 950 مليون قابل للتفاوض، ليكيب 950 مليون نيغوسيابل. يلا تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في تعليقاته في الوصف. مع الوكيل الموبيلي دائما نجيب لكم لي زافير كيما هادو، استناونا وغاستي برونشي مع صفحة الوكيل الموبيلي. سلام.